بسم الله الرحمن الرحيم. تأتي زيارتي لمدينة الداخلة في إطار الرغبة في التواصل مع هذه المنطقة العزيزة من وطننا، وبدعوة من الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، وكان هدفي أساسا هو التواصل الفكري والثقافي والسياسي مع جمهور هذه المدينة في إطار ما يمليه الدستور على الأحزاب من واجب تأطير المواطنين. وقد تحدثت عن الموضوع الذي اقترحه علي إخوتي لما يشغل بالهم كسياسيين وكفاعلين في هذه المنطقة فيما يتصل بمستجدات الوضع السياسي الوطني في ظل المحيط الإقليمي للمغرب. الحكومة الحالية هي أولا حكومة شعبية، وجاءت في السياق حرك مغربي لا يستهان به وانتخابات لا بأس بها، لا أنها لم تستطع بعد أن قضت نصف مدتها أن تنجز الكثير مما وعدت به، بسبب طبعا السياق الدولي المطبوع بالأزمة والسياق الإقليمي المطبوع بتراجع الربيع العربي. إلا أنني أرجو في المدة القادمة وهي نصف الولاية أن تتمكن من تسريع إيقاع الإصلاحات المنتظرة التي ما زال الشعب المغربي يتطلع إليها، وقد كانت تحتاج إلى إعداد أولي بنصوص قانونية وبإعادة هيكلة لعدد من القطاعات، وبتوافق لا شك أنه أربكه ارتجاج المشهد الحكومي بخروج أحد الأحزاب، مما احتاج إلى وقت طويل لترميم المشهد الحكومي. أملي في المرحلة القادمة أن تسرع الحكومة بتعاون مع البرلمان ومع المجتمع المدني ومع القوى الفاعلة جميعها من إيقاع الإصلاحات، حتى تستطيع في نهاية الولاية أن تقدم حصيلة مشرفة ومقنعة للمواطنين تستجيب للحد الأدنى على الأقل من تطلعاتهم وحاجياتهم. ولا شك أخي أن النكتة كانت مفتعلة، لأنها أولا فصلت من سياقها، من محاضرة 81 دقيقة أخذت نكتة من 3 دقائق، ثانيا أخرجت من أرشيف مر عليه 4 سنوات، ثالثا حشد حولها من التأجيج والتأزيم والضجيج وقرع الطبول ما لا ينسجم أبدا مع النكتة، ورابعا تم فيها تحميلي الكلام عن أشخاص لم أذكرهم بالإسم وعن جهات لم أنطق باسمها لا لفظا ولا تلميحا، وكان لها أثر طبعا على نفسيتي، كان لها أثر على أسرتي، كان لها أثر على إخواني، ولكنها انقلبت في الأخير إلى نقيضها عندما بدأت جموع من القوى الأمازيغية الحرة تحج إلى بيتي ونعقد به اللقاءات ونتناقش ونجتمع مع وزراء ومع برلمانيين. فالجهات التي كانت وراء هذه الحملة أوقفتها لما رأت أنه انقلب السحر على الساحر، وبدأت الجهة التي أريد تحريضها علي تتضامن معي وتتفاعل معي وتنظم لي لقاءات تكريمية في أنحاء من هذا الوطن الذي اتهمت بأنني عنصري ضده.